تعالوا نشوفوا بقى الجيش الحر اللي هو كان بيدعم وما زال بيدعم أردوغان، وهم حاطين العالم بتاع داعش. بس يا ريت توريه لي كويس يا ابراهيم. والاخوه في فيلق الشام والاخوه في حركه احرار الشام وبعض الفصائل الاخرى المشاركه في هذه العمل والاخوه الاتراك ايضا كمان في الايام القادمه سنفتح سراقب، سنفتح معرة النعمان، سنفتح خان شيخون إن أذن الله لنا. بالنسبة للأخوة الأتراك قاموا بدعم الأخوة في الجبهة الوطنية في مصفحات مضادة للدروع وفي عناصر مشاة أيضا، وكما وردنا أن سوف يقتحمون ويكونون في الصفوف الأولى معنا بإذن الله رب العالمين. لشرق السكي نقاط التركية المحاصرة كلياتها بإذن الله بدها ترجع لنا من موريك، يعني وين في جيش تركي محاصر بإذن الله العمل اللي عنده. ده واحد داعشي عليه على دراعه داعش وشعار بتاع لا اله الا الله محمد رسول الله، طبعا بالباطل قدامنا باللون الاحمر موجود. فده احنا ما بنقولش ده بيقاتل نيابه عن تركيا، انا بقول للعالم كله ادي صوره بتثبت ان الجيش التركي مش بيتعاون، مكوناته دواعش.